للجزائر إلى هروب إلى الأمام في مواجهة قرار لمجلس الأمن الدولي جاء ليعزز المقاربة المغربية بشأن قضية وحدته الترابية. هذا الهروب إلى الأمام من قبل البوليزاريو يأتي ردا على قرار مجلس الأمن رقم 2548 المعتمد في 30 من أكتوبر الماضي، والذي أبان من خلاله المجلس عن وضوح وثبات في الوقت ذاته. مجلس الأمن الدولي كان واضحا في تعريفه للحل السياسي الذي ينبغي أن يكون واقعيا وبراغماتيا ومستداما وقائما على التوافق، وكذا للمسلسل الحصري الذي يجب أن يفضي إليه، وهو مسلسل الموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو المطالبين بمواصلة الالتزام بروح من الواقعية والتوافق طوال مدته وبشكل يحقق الغاية منه. البوليزاريو تسعى من خلال تحركاتها إلى التهرب من ضغط الاحتجاجات المتزايدة في مخيمات تندوف، حيث لا تعول الجماعة الانفصالية في بقائها سوى على قمع شرس يسهله البلد المضيف الجزائر الذي فوض لها السلطة على مخيمة تندوف في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. البوليزاريو تهرب إلى الأمام أيضا في مواجهة واقع ثابت، ألا وهو مغربية الصحراء على أرض الواقع، مع استثمارات ضخمة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015. افتتاح قنصلية عامة ل16 بلدا إفريقيا وعربيا في الأقاليم الجنوبية يشكل تأكيدا لا لبس فيه على مغربية الصحراء. بلدان أخرى ستنضم إلى هذه الدينامية من خلال فتح قنصلية عامة لها في الصحراء المغربية. وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ما فتئت تردد أخبار التحركات اليائسة للبوليزاريو، وهو ما يدل على اضطراب وارتباك الجزائر التي يشكل دعمها الضامن الوحيد لوجود هذه الجماعة الانفصالية. وعن السياق الذي تأتي فيه هذه الاستفزازات من طرف مسلح البوليزاريو في القرقرات ومسؤولية المجتمع الدولي فيما يتعلق بمواجهة هذه الاستفزازات وفرض احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كان معنا في نشرة سابقة رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية محمد بودن من الرباط، والذي وفانا بالتحليل الآتي. هذه الجماعة الأسيرة لدى الجزائر هي تريد عبر أعمالها المزعزعة للاستقرار اختطاف الأمن والسلم في المنطقة، وبطبيعة الحال سلوكها مضر بالمصالح الإقليمية وكذلك بالسلم والأمن الدوليين كمبدأين أساسيين تعمل عليهما الأمم المتحدة. لا شك أن جماعة بهذه المواصفات التخريبية تؤكد أكثر من أي وقت مضى على أن التباحث معها هو مضيعة للوقت ومضيعة للجهد، وبالتأكيد هذا تهديد لمسار التسوية. فإذا أرادت جبهة البوليزاريو من يدعمها العودة لمسار سياسي متعلق بالتسوية فعليها أن تتخلى عن هذه الأفعال المزعزعة. لا شك أن المطلوب في هذه المرحلة هو ضغط دولي لوقف هذا التهديد، لأن لاعب البوليزاريو بالنار يهدد بتحويل المنطقة العازلة إلى ساحة مفتوحة الاحتمالات. فالمملكة المغربية عبرت عن صبرها الاستراتيجي ولكنها تبقي على جميع الخيارات متاحة، ولذلك فالمجتمع الدولي مطالب باستخدام الوسائل اللازمة لردع جبهة البوليزاريو، سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى القانوني أو على المستوى الأمني أو على المستوى الأممي. المملكة المغربية بطبيعة الحال ستلتزم بما يقرره المجتمع الدولي وتفرضه الإرادة الدولية لوقف هذه الانتهاكات الصادرة من جماعة مدمنة على التخريب. إلى جديد الوضعية الوبائية بالمملكة، وفي حصيلة قياسية أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 4297 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 64 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن اختيار المغرب للقاح ضد فيروس كوفيد-19 ينبني على معياري السلامة والفعالية، وأن توفره لا يعني التراخي في مواجهة الجائحة. جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي خلال لقاء صحفي تل اجتماع مجلس الحكومة. ووفاء للمقاربة الملكية السباقية المعتمدة منذ ظهور هذا الفيروس ببلادنا، يقول السيد رئيس الحكومة: أعطى جلالة الملك حفظه الله تعليماته وتوجيهاته السامية من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس في المرحلة المقبلة، وطمأن السيد رئيس المواطنين بأن هذا الأمر بين أيادي أمينة حريصة على أمن وصحة وسلامة المواطنين، وأن اختيار بلادنا للقاح ينبني على معياري السلامة والفعالية. وقد أثبتت الدراسات السريرية التي أنجزت إلى حد الساعة سلامته وفعاليته. وأشار السيد رئيس الحكومة إلى وجود تنسيق مع منظمة الصحة العالمية في هذا المجال، والتي اختارت عددا من اللقاحات المنتجة عبر العالم لتكون ضمن برنامجها كوفاكس لإتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي بشكل منصف. فاختيار المغرب، يوضح السيد الرئيس، اختيار مؤسس وليس اعتباطيا، حيث نوه بجهود اللجنة العلمية الوطنية المكلفة بمتابعة مختلف نتائج الأبحاث السريرية التي يشارك فيها المغرب. تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء مساء الأربعاء من توقيف 3 أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، وتم توقيف المشتبه بهم في إطار الأبحاث التي تجريها عناصر الشرطة القضائية على خلفية حجز مصالح الجمارك بميناء الدار البيضاء لكمية من المخدرات تناهز طن و261 كيلوغراما من مخدر الشيرة، كانت معبأة ضمن شحنة من الزليج والفسيفساء على متن حاويتين للبضائع كانت معدة للتصدير الدولي نحو أوروبا. اتفق المشاركون في منتدى الحوار الليبي على إجراء انتخابات في ظرف 18 شهرا، وتوصل المنتدى إلى توحيد السلطة وفق قاعدة دستورية متفق عليها. وخلال ندوة صحفية قالت المبعوثة الأممية الخاصة بالإنابة أن تقدما تم تسجيله في المحادثات.